صورة من فضلك. جينا ببرنامج طموح، نريد حقيقة أن يكون تغيير في الذهنيات، في أساليب الحكم، في النظرة على المستقبلية. نريد حقيقة بنضالنا ودخولنا هذه الرئاسات أن نغير مسار الجزائر تغيير إيجابي، لأن رانا في مفترق الطرق. إما أن الجزائر تمشي إلى انتخابات ديمقراطية شفافة حقة وتكون خطوة قوية إلى الأمام، وإلا نقعد في مشاكل. فإحنا نحبذ أننا ندخل هذه الانتخابات، وأننا نجند الشعب الجزائري أنه يمشي إلى هذه الانتخابات، لأن هذا هو الحل الوحيد والحل الديمقراطي اللي قادرين نخرجوا من الأزمة اللي رانا عايشينها.